سلام، كيف راكم؟ مزيان بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوني في الفيديو، كنتمنى لكم السعاده، الصحه، الرزق، اي حاجه زوينه في الدنيا كنتمناها لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا على عنقي سنتيم مورايا واحد المانكا، قررت انني نبدا واحد سلسله جديده، يعني سلسله خاصه بالخياطه، مع ان هذا هو الدومين ديالي، يعني هذا هو الدومين اللي كنحب. انا كنحب الخياطه، هادشي اعمال يدويه بزاف، وقلت علاش لا ما نديرش واحد الفقره مره في السيمانه خاصه بالخياطه في القناه ديالي. وهنا جيت بالبنكة وجيت بالسنتيم باش نوريكم كيفاش بالنسبه لواحد كاين في الدار بغى ياخذ شي عبارات للخياط، يعني مثلا شي عبار الخياطي يصيفط للخياط العبار ديالو، يكون هو بعيد وباغي الخياط ديالو يصيفط له العبار، كيفاش تاخذوا العبارات بالنسبه للتقليدي، يعني اللباس التقليدي كيفاش تاخذوا له العبار بالنسبه للجلابه، قفطان، اي حاجه كيفاش كتاخذوا العبار. غادي نوريكم كيفاش تاخذوا العبار، ومن بعد غادي نوريكم ان شاء الله يا ربي الحبيب، غادي نوريكم كيفاش هاد العبارات نطبقوهم على الواقع، يعني نطبقوهم على التوب. يلا ندوزو. انا جبت واحد الماركه، المهم لبست لها هاد القفايتين باش نسترها. اول حاجه كيفاش كنشدو العبارات هي غادي ندور هاد الظهر، غادي ناخذ السنتيم، يعني كيفاش كناخذو كنعبروا بالنسبه للظهر، كنديروا العبار ديال الظهر، كنعبروا من هنا من هاد البليصه لهاد البليصه، بالنسبه للشخص من العظيمه، كاين واحد العظيمه عندنا هنايا من هاد العظم هذا، يعني من هنا حتى لهنا، ونشوفوا شحال العبار اللي كان هكا، يعني من العظم للعظم، يعني واحد العظيم هنايا كاين عندنا بارز، كنديروه من هنا، يعني الواحد يوقف ويدير هكا يوقف، ونعبروا من العظم للعظم، كنعبروا هكا ونديروا هذا هو الظهر، يعني الكتف ماشي الظهر يا ربي، الكتف من جهه الظهر، يعني كناخذوا هذا الكتف هذا كامل صافي. هذا مهم، هنايا كاينه 38 بالنسبه لهذا العبار ديالي على حسب هذا القفطان هذا اللي على المانكا، هذا فيه 38 صافي. المهم انا غادي نوريكم بعد، غادي نوريكم التطبيق ديال هذاك الشيء. كنديروا هذا الظهر، يعني الكتف من هنا لهنا، هذه اول مرحله. من بعد كنعبر الكتف من هنا، يعني علينا حنا، يعني هكا من هنا لهنا للعظمه، من هاد البليصه لهاد البليصه للعظمه، يعني من هنا لهنا. هادي بالنسبه للباس التقليدي كما قلت لكم، جلابه، قفطان، اي حاجه. من بعد كناخذوا العبار ديال محيط الصدر، يعني هكا محيط الصدر، كنديروا له هكا، كنعبروا الصدر، نحاولوا هكا، مهم هذا محيط الصدر. هاد محيط الصدر بالنسبه للباس كما قلت لكم، اللباس ديال التقليدي المغربي، كنحاول ندخل يدي هكا، كنجيب يدي هكا وندخلها هكا ونوقف هنايا، ومام طو كنوقفها هكا هنا. مهم كاينه 93 هكا باش ما كتجيش، لان باش ما نديروش لاصق هكا، نحاول ندخل اليد هكا واقفه هكا، ونحرك السنتيم حتى يرجع، ما خصنا لان ملي ناخذ العبار ما نخليهش هكا مزير، على باش ما تجيش الجلابه مزيره، هادشي اللي كاين. كذلك كناخذوا هنايا محيط ديال الحزام، كناخذوا الحزام العبار ديال الحزام كذلك، وكندير له نفس الطريقه، كنخشي يدي هكا واقفه عموديا، ونشوف العبار فين غيوقف، ونقيد ديك العبر اللي غادي يوقف، غادي نقيد بحال دابا هنا وقفت في 83 صافي. كذلك كنجي غادي نبانلكمش انا، وغادي نشوفو هنايا محيط الخصر، يعني الحوض ماشي الخصر يا ربي، الخصر هو الحزام، الحوض، محيط الحوض، يعني الحوض هنا كيما كتشوفو هكا، يعني هذا هو الحوض ديالنا، يعني ليهونش. وكناخدو عاوتاني يدنا هكا كنوقفوها، وكندخلوها هكا، شتو كناخذوا العبار اللي وصلنا فيه. هادو بالنسبه باش ما كتجيش الجلابه ولا القفطان كيجيو يعني لاصقين، ما يجيوش لاصقين، ومن بعد كنديروا خلاص للسياج داكشي. المهم انا كنوريكم كي كتاخذوا العبارات،
من بعد كناخذوا هذا محيط ديال الحوض. من بعد بالنسبه نعلي شويه الكاميرا باش نعرفكم انا مهم. كناخذوا من بعد كناخذوا الطول ديال الكم، يعني الطول ديال اليد كناخذوا الطول الكم، كنشوفوا الكم فين باغي يوصل. المهم خلاص الطول الكم هكا وتشوفوا فين باغي، كل واحد فين كيبغيه وخلاص كيبقى الطول ديالكم. والدوره ديال القفطان ولا هذاك كيبقى هذاك الشيء، يعني كل واحد الدوره اللي باغي. ومن بعد الطول الكلي هكا، الطول الكلي يعني كتشوف الطول ديال الجلابه على حسب الطول ديال الواحد، هذا هو الطول الكلي. المهم كما قلنا كاين الكتف كامل كناخذو من الكتف للكتف، وكاين نسيتكم واحد الحاجه، كاين هكا طول الحزام كناخذو حتى الطول ديال الحزام باش بهادي كنديرو الايفازي. المهم نرجعو نقول لكم لي زيطاب كاملين من الاول. كاين هذا الكتف، يعني العبار كناخذوه من العظمه ديال الكتف حتى العظمه ديال الكتف هنا، كناخذو العبار ديال الكتف هنا بوحدو العبار واحد، كناخذو محيط ديال الصدر محيط ديال الصدر كامل كنشوفو المحيط. وكاين واحد الطريقه اخرى، يعني بلا ما تخشي يدك هكا، كاين اللي كيخلي يد هواده وكياخذ من هنا ويدور ويخلي هاد اليد هادي مرفوعه. المهم المهم كما قلت لكم كتخشي يد، كاين محيط ديال الصدر، كاين هنايا عاوتاني محيط ديال الخصر اللي هو الحزام، وكاين المحيط ديال الحوض اللي هما لي هونش. كاين هنا طول الحزام، كنشوفوا الطول ديال الحزام كندوزو هكا على الصدر ونشوفوا الطول ديال الحزام من هنا لهنا هكا لهنا. الحزام فين كاين؟ في عندنا هكا الحزام لهنا فين ما كنحزمو، فين ما الواحد كيحزم ياخذ هكا العبار. وعندنا الطول الكلي، خلاص الطول الكلي شحال، وكاين الطول ديال الكم والدوره ديال الكم، وكاين اللي كياخذ كذلك الطول ديال الحوض كنشوفو فين خارج من هنا للحزام للحوض للدوره، اكبر دوره في الحوض. المهم كاين اللي كياخذ حتى هو الطول ديال الحوض فين ما كاين لي هونش، يعني الاغلبيه هما الاغلبيه، يعني الطول ديال الحوض كيكون 20 بين 20 و 22. المهم نتمنى ان هتسيتكم يعني اساسيات كيفاش نعلي الكاميرا باش نهضر معكم، وريتكم الاساسيات كيفاش يعني ناخذوا العبار ديال واحد العبار ديال اي واحد معنا في الدار، سواء ما كيخرج سواء ما فيه اللي يمشي عند الخياط باغي يصيفط العبارات سواء اي حاجه، يعني هذه هي الطريقه يعني باش تصيفط العبار ديالك باش تعبر راسك، يعني ما تحتاج حتى شي واحد، ما تحتاج لا خياط لا والو. وكيبقى الخياط هو يعني كيفهم الفيزيك ديال الواحد وهذاك. المهم انا وريتكم الطريقه بسيطه، يعني طريقه بسيطه كيفاش تشدي العبارات وسهله، ونتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو. وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله غادي نحاولوا ان هادشي هاد العبارات هادو اللي وريتكم غادي نطبقوهم على ارض الواقع على توب، وكيفاش ناخذو كيفاش نفصلو كيفاش تفصلي في دارك بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله في الفيديو اخر. ودمتم في رعايه الله، وشكرا لكم على المتابعه، واللي داز وشاف الفيديو ديالي لاول مره ما ينساش يدير لي جيم واشتراك، وان شاء الله في فيديو اخر. يلا سلام عليكم.